استاذ حمدي ويتنج. استاذ حمدي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. انا فرحان ان انا اتصلت بسعادتك. ربنا يخليك. اه والله يا دكتور، انا دلوقتي السكر حللته صايم طلع 125 صايم. نعم. بعد الاكل بساعتين طلع 360. وباخد ماكرون 60 اللي هو ممتد المفعول، وباخد سيتوفاج 1000 مرتين. باخد سيتوفاج 1000 مره واحده بعد العشاء. طيب سيادتك، وباخد ماكرون، وباخد ماكرون 60 ممتد المفعول. طيب الوزن الصايم اتفضل اتفضل. الصايم طلع 125. ما خلاص دخل 300. 365 زي 400 زي 300 بس. سيادتك اخر 6 شهور وزنك زاد ولا قل ولا ثابت؟ زي ما هو. طب كويس. 75 كيلو. وطول سيادتك قد ايه؟ 160 سنتي. طب اتفضل اقفل وانا هجاوب سيادتك. شكرا استاذ حمدي، شكرا. هو السكر اللي بعد الاكل بساعتين الصايم ده العالي ده احنا ممكن ندي دواء، هنزود عليه دواء، ولكن انا اخشى ان بعد فتره نحتاج انسولين، فخلينا نكون يعني من جديد. الدايماكرون هنخليه زي ما هو دلوقتي، هنشيل الجلوكوفاج وهنزود دواء اسمه فيلدا جلوز بلس. فيلدا جلوز بلس هناخد حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء، ربما يزود لك بعد اسبوعين او ثلاثه يقلل لك اللي بعد الاكل بساعتين. طبعا انصحك وانصح كل مرضى السكر بالمشي من نص ساعه لساعه يوميا، ولو مشي طبيعي عادي. الف سلامه على سيادتك. احنا معانا اتصال تاني. بس في احتمال ان احنا نحتاج انسولين، يعني انا بس بقول له هنجرب شهرين، لو كده هناخد انسولين.